سيدي عندي العجل اللي داز، عندي حكيمة، عندي رانيا، عندي فاطمة الزهرة، وعندي ريان. عندي ريان. عندي ريان. وهذه مرسي. وعندي كغيطي، عندي الحمدانية ديالي، عندي وريقات ديالي. أنا كنت سيدي تنبيع ونشري، كانت مرة طاحت مرضت ليا، مشيت داويتها، والحالة ديالي مبقاش عندي باش نبيع ونشري، نيت قاعد. نيت زاد واحد نسيبي بغيت مرة عندي كتير ديال الصندوق ديال السراج، ما تقال لي أنت دابا مريح، ما بقاش عندك باش تبيع وتشري، هاكا الصندوق المهم تبقى تسيري بها وخا تجيب لك ما ياكلو، بقيت تنجيب ولادي ما ياكلو، هذاك الصندوق مرة نصور 600 مرة نصور 700 مع الحليب البنية، ما تكفينيش، سكاري، شي عام وشهرين وأنايا مردة ما خلصتش في الكرا، لا الكرا ولا الدولمة، هي اللي قالت لي أنا مسامحة لك بلا ما ندعيك. انا مسامحك هكا 10000 ريال سير قلب على الكره شديك 10000 ريال قلت مريا راه شديري يلاه نمشي واحد البلاصه الفوارات واحد البوستر بان خاوي يلاه نمشيو نسكنو فيه فيه تقريبا من 2 متر على 2 متر دخلنا سكننا فيه من شهر 10 وقت الشتاء كان عند واحد الضايه ديال الماء قدامنا نضنا هكا درنا واحد العويدات وبنا تنتخطاو ديك الضايه ديال الماء فندخلوا شافوا لنا الناس هكايا قالت لي القطره هما ناعسين ومغطين بالكاشة والبرد والشتا وجبت ميكا ورميتها فوقهم ومرات كنغرف الماء من فوقهم وكنخبي في السطل منين شافونا هنا الجيران كاملين من شافوا ديك الحالة في الصباح كيجيو كيطلعوا عليا كنقول لهم دغرو تشوفوا ولادي كيفاش ناعسين جابونا باش وانا كنعسس عليهم وكنهز الماء من فوقهم ونخبي في السطل هما يجيبوا لنا واحد الباش كبير ديال الكاميو هو اللي درناه فوق البيت ومن بعد درناها فوق البيت تما كنطيبو تما كنعسو كارفني رجلينا ومجموعين في هذاك البوست راه هو مترو مترو نص طول ومترو نص عرض ها هو شوفوا بعينيكم تما كنعسو تما كنطيبو البرد كيدخل علينا وما يجيبو لينا واحد الباب البنيته باقا ما مربعناش باقا جيت نافسه البنيته الناس من شافوا البرد وعندي الطربيه كيجيبوا التليفونات كيديروا لي شويه القران تيقولوا لي حقاش هاد السكان كان مهجور وسكنتو فيه نتوما حفرة قدا قداش لقينا في البيت عملناها بالحجر وغطيناها وكرطونا وداك الشيء وسكننا فيه قلنا ماشي مشكل اللهم هكا خزنوا وليداتنا من الزنقة ومن الشارع ومن البرد وكاك دخلنا فيه ما عندنا لا ما لا ضو لا من ناكلو لا من نشربو وكاك جينا وتخشينا فيه وقلنا اللهم لك الحمد دخلنا سكننا فيه الراجل عندي مريض مرض نفساني قلنا خذلو غير الدواء من السبيطار مولاي حسن مابقاش قادر يخدم باش يجيب لينا ومابقاش قادر دابا عنده الراس غير البنيه كتبقى تبكي تيبقى يقول لي راه كتحرقني في راسي سكتيها ما بقيتش كي ندير عندي الدراري كاع نديرو نخدم عليهم لمن غنخليهم انا شجلتهم وقفوا معايا الناس والمدير جا عندي هنا بالطوموبيل هنايا سكنت 6 شهور وانا مقلزاهم من المدرسه قال لي علاش هاد البنات عندك ضايعين قلت له سيدي انا تقهرت في دار الكرام وما لقيتش فين نعطي راسي جيت هنا وما عندي كي ندير لهاد الوليدات قال لي لا بنتي جيبيهم يقراو وقف معايا المدير ديتهم للمدرسه وبديت تنقريهم وجبده ديال الطريق وماشي مشكل كنديهم ونجيبهم ورجع نطيب ليهم الخبز على العواد راه الناس هنا كلهم كيشوفوني كنطيب الخبز على العواد ونوكل وليداتي جابوا لي الناس فرار راه هو كنطيب فيه واخا ما عندوش لا بيبان لا حتى شي حاجه كنقول ماشي مشكل اللهم لك الحمد كنعمر الماء من عند الجواد منين نجي من المدرسه عاد نجدب في الدار والطربيه وكنقول ماشي مشكل اللهم لك الحمد الدراري عندي واخا كيقراو ما كيعرفوا حتى حاجه حقاش ما كنتش مدخلاهم الروض ما عنديش الامكانيه باش ندخل ولادي انا دابا ولادي كنديهم ونجيبهم ما كيعرفوا لا لي بلا با وكنقول ماشي مشكل كنقول زعما نقريهم انا اليوم منين مشيت المخزن الجاري جاب لي الميح اللي عندي جا القايد القايد وجاو المخازنيه ريبوا المحل وداو الراجل ومشاو عطاو شي ورقه سنا فيها هو ما قاريش وما عارف علاش سنا يلا سيدي انا فين عندي فين عندي فين عندي هاد الاولاد نبقى عندي فين نمشي وفين نعطي راسي بقى لي عنقت راسي انا وليداتي هذا هو الحل الوحيد اللي بقات عندي في هاد الحياه لحقاش انا ما دخلت حتى شي فيرما ديال شي حد شوفي 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 نقول لك واحد الحاجه دابا نقول لك واحد القضيه دابا انت الناس كلهم غيشوفوك وخصك ديري في بالك ان المغرب كله ناس كرامه وناس محسنين فكوني متاكده فغيديروا معكم حل فهمتيني الشرف كيبقى لك اود الناس الله يرحم لك الوالدين شوفي شوفي اختي شوفي اختي انا عسبب الى الى كتبت لك شي حاجه انا عسبب راه ربي صيفطني لكم فهمتيني امر ربي اللي مكتب لك داكشي وان شاء الله وان شاء الله
الناس ديال المغرب والاهل ديال المغرب راه ما يفوتوكمش، لان المغرب معروف بالجود والكرم. بلاتي نحبسهم من القرايه، علاش؟ لحقاش ما عنديش اللي عيديهم لي وجوهم، صافي غنحبسهم انا كديهم نجيبهم منين جيت لقيت ما علينا. المهم 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 دابا دابا شنو كطلبي؟ انا كنطلب من خوتنا المحسنين ومن سيدنا محمد السادس يعاونوني، ما عنديش فين نعطي راسي، كل قلت فين نعطي راسي ما نقعدش هكا بلاتي. انا ما صدقتش دابا على التمارين على بنين ولا حتى شي حاجه على بنين والو. البنت شحال من خطا هزتها ليا، غير استاذه الطبيب دوزت ليها، كنت كنعطيها الحليب ديال البقر كيعطيو ليا على الجواد، ما كنتش لقيتها باش تشري الحليب. تيجي هنا مول الطوموبيل تعطيني حليب البقر من الصباح الصباح فابور، وليت كنعطيه لبنيه وهي ما ربعناش حتى ولات تضحك الدم. هزتها ليا الاستاذه هي اللي دوزت ليها مسكينه، خرج ليها الطفل سليم. انا دابا دابا هذيك النهار مشى كيسعى في الفوار الفلوس باش يجيب البنت فلوس الحليب، علاش؟ لحقاش ما عنديش كيدير ليها انايا. ويا ربي ونشوف العالي، يا ربي تعاوني على هاد وليداتي، يا ربي انا ضعت تكرفت ومضيعت وليداتي ساكن معايا، يا ربي تعاوني يا ربي. المهم يا ربي حبيبي وخوتنا المحسنين وزيدنا يشوف هاد الحالة اللي انا عايشة فيها. ومن علي سكت لنا والمخزن كيمشي ويجي عليا وتيقول لي عدي لك الراجل بخمس سنين ديال الحبس، كيتهدوا عليا. علاش انا شنو دايره سيدي؟ ما دايره حتى حاجه، ما كنسرق ما كندير حتى شي حاجه خايبه. يا ربي تحن علينا وتحن على هاد الوليدات، البنيه من قبيله هي قاعده كتبكي كتشوف هاد الحاله وكاع على الكرسي. المراد اللي كيداعى في الصندوقه وكيسيري. يا ربي تحن علينا، يا ربي يا ربي تعاوننا، حسبي الله ونعم الوكيل، يا ربي تعاوننا، يا ربي تحن علينا. انا بقيت عندي دابا حتى شي حاجه عندي في حياتي، صافي غيوقفوا عليا دابا عقدت راسي. انا ما نكذبش عليك، صافي غندير شي حاجه عن متناول الدوله، لقيت ما عندي فين نمشي. المهم اخوتي، المهم اخوتي دابا انتم شفتوا الحاله، الله يرحم لكم الوالدين. اللي قادر يدير شي حاجه يا بقليل يا بكثير، هاد الناس محتاجيننا كاملين، والمغرب معروف بالجود والكرم. الله يجازيكم بخير. كدير لها على الخروقه حتى الميكل مخلقه بها، هي مقطعه على الجود، الناموس الحبوب كلشي فيهم. البنت يلاه جابوا ليها الدواء باش برات، كلشي يلاه برات البنت من الحبوب، تسرت لها الاستاذه مسكينه الدواء برات. لا ناموس لا دولة، من كيتفرج